السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. شحال هادي ما درت لكم شي فيديو بحال هكا جالس وكنهضر معكم. اول حاجه كنحمد الله على تهاطل الامطار بجل المملكه المغربيه، واخا شفنا شي حوايج ما عجبوناش، ولكن الحمد لله على كل حال. بالنسبه للموضوع ديالنا اليوم غادي نهضر على الفضيحه ومواقع التواصل الاجتماعي. كيف ما كتشوفوا هاد السيمانه اللي فاتت كان واحد كيروج واحد الفيديو، انا ما شفتوش، كنشوف غير التصاور. كيروج كلشي كيبارطاجي، اللي بغى الفيديو يدوز بريفي، كتلقى بنادم كيبارطاجي في الجروبات بحال كيبارطاجي شي دعاء ولا شي حديث ولا شي مقطع ديال القران، وكلشي تيبارطاجي. اشنو تيبارطاجيو؟ الفضيحه. تدخل طوندوس تلقى الفضيحه، في يوتيوب كتلقى الفضيحه، تدخل تيك توك عباد الله تيك توك داروا الناس باش يديروا الابداعات ديالهم، كتدخل كتلقى المغاربه قلبوا ليه داكشي، كتلقى الشطيح والرديح والعرا والعجب الكحل. دخل اليوتيوب نفس الحاجه، دخل الانستغرام، الانستغرام كان غير الناس كيديروا فيه تصاور، الناس اللي بعقلهم تيدخلوا غير حتى هو دخلوا ليه عمروه، ما خلاو حتى بلاصه ما عمروها بالفضيحه. كان يدخل دابا واحد براني المغرب تيدخل يوتيوب مغربي باش يشوف اش تيطلع ليه في الطوندونس الفضيحه. فين ما مشيتي يطلع ليه كيطلعوا جوج حوايج، يا روتيني اليومي يا شي فضيحه، يا شي واحد تيهضر في شي واحد. المهم بحال هاد المواضيع هادو. هاد القضيه ديال اللي بغى الفيديو يدخل عندي بريفي نصيفطو ليه، بغيت نهضر فيها من واحد الجانب ديال ان الله سبحانه وتعالى كيسترنا حنايا. اي واحد عنده شي سر ولا اي مشكل عنده في حياته ولا شي حاجه دارها ولا شي ذنب، ربي كيسترنا. يعني كون كان الله اللي خلق هذا الكون كامل كيفضح العباد ديالو، تخيلوا غير يكون اي حاجه درتيها مكتوبه لك في الجبهه ديالك، واش تقدر تخرج؟ ما غادي حتى واحد يقدر يخرج يشوف الناس. لكن ربي تيسترنا. وتخيل انت عبد واخوك مسلم وكتفضحوا واحد الحاجه وقعت ليه، مشكل وقع ليه ولا شي، اللهم لا شماته، اي حاجه تقدر توقع لبنادم كأنا كأي واحد، راه يقدر شي نهار يوقع ليه شي مشكل ولا يصوروا شي واحد ولا يدير ليه شي واحد شي مشكل. يعني ما نبقاوش نبارطاجيو الحوايج اللي غنضروا بهم بعضياتنا، حنا حادقين في بعضياتنا. الناس فين وصلوا؟ حنا باقيين حاضرين بعضياتنا، هذا دار هذا فعل هذا وخدم هذا ما خدمش، وهذا غير جالس، هذا مدير، هذا مفاعل، هذا بواه فاعل، هذا لاباس عليه، هذا ما عندوش. فين غادي نوصلوا بهذه العقليه هذه؟ راه الناس راه كيبحثوا كيقراوا كيديروا العلم كيديروا بزاف الحوايج. ندخلوا المواقع ديال الغرب، راه تلقى التكنولوجيا، تلقى الجيمنج، تلقى العجب الكحل في العلم. حنا دخل عندنا تلقى روتيني اليومي والفضايح، وهذا هضر في هذا والعجب الكحل اللي تدخل تشوف ليه. حنا زعما واشنو حنا اللي واعرين في هذا الشيء ولا شنو؟ غير حنا اللي كنعرفوا الفضيحه. دابا اللي سولتي على اليوتيوب المغربي ولا مواقع التواصل الاجتماعي المغربيه يقول لك اش كتعرف فيها؟ روتيني اليومي ولا الفضيحه. قليل فين تيطلع شي داعيه ولا شي برنامج زوين ولا شي حاجه اللي زوينه طلع لطوندونس ولا غير طلع بزاف الناس. بعدا راه حشومه هادشي اللي وصلنا ليه بعدا في المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي. واحد ناض صور واحد نبارطاجيه واجي دخل عندي نصيفط. كنتمنى من السلطات انهم يزيدوا يزيروا في هاد الناحيه هادي، ان اللي بارطاجي شي حاجه ولا فضح شي واحد ينزلوا عليه يقمطوه نيت، باش حتى واحد ما يبقى يزعم يبارطاجي ولا يصور شي واحد ويبارطاجي شي حاجه ديالو. كيف ما تبغيش الاذيه لراسك ما تبغي لا حتى واحد، ماشي ضروري غير صافي هذاك واحا قال لك حق لهم، قال لك كطيح البقره كيكثروا الجناوه. وتا واحد ما يبغي راسو يكون في عوض هذيك السيده ولا في اي ولا اي واحد واقع عليه شي مشكل وكل شيء تيهضر عليه. ما تبغيش انت تمشي غير، والمشكله كتلقى الجرائد الصحافه مشاو عند والديها تيديروا معاهم استجواب، واشنو بنتكم هذه؟ واش الناس الله اللي عالم بهم انتم غاديين تزيدوا عليهم باش يعرفوهم الناس كاملين؟ دوك الناس اللي باقي ما عرفوهم كيزيدوا يعرفوهم ليهم. اجي شوفوها والديها باش باه يمشي يجيب غير الخبز في الحانوت، يقول لي شي واحد شي دري صغير يكون عنده التليفون يقول لي الوالد واش انت هو الوالد ديال ديك ختنا؟ باش يحس ذاك الاب ديالو، الاب ديالها باش غيحس؟ الناس دابا تيديروا تحفروا بير، تيديروا شي حسنه جاريه يموت يبقى ترحموا عليه الناس. حنا دابا الناس كتلقاه كيبارطاجي الفضيحه ديال فلان ويضحك عليه ويموت. تخيل انت دابا بارطاجيتي الفيديو ديال ديك السيده ودرتي ومتي، اتولي تقلب غير على اللي مسح لك داك الفيديو ما غاديش تلقاه. سيئه جاريه هذيك حتى هي تتحسب. من هذا المنبر كنوجه الشكر الكبير للامير راغب حيت مسح دوك الفيديوهات ديالها من كاع المواقع،
والناس اللي كيضحكوا عليه كيقولوا راه ما يقدرش يمسحهم، راه فات شرح هذه القضيه ان جوجل دايره واحد السياسه ان الفيديوهات اللي بحال الخاصه لا بارطاجها شي واحد اللي كتضرك راه تقدر تمسح. وشكرا لك، شابو لك سي امير رغيب، ونتمنى من كاع الناس يوعاو شويه، خلونا من الفضايح، خلونا من الفضايح، راه عينا والله حتى عينا، راه يوتيوب اللي انت تدخلوا لها وانت تحملوهاش فيما دخلتي تتلقى الفضيحه، تتلقى العجب الكحل، راه حشومه هذا الشيء وحق الله العظيم الا حشومه، راه تنطيحوا بالصوره ديال المغرب قدام البراني، راه ولاو تيضحكوا علينا. واش الناس روتيني اليومي شدوه داروه روتيني اليومي، سميت روتيني اليومي هي اشنو كدير في النهار ديالك، فقتي درتي شي حاجه، مشيتي درتي سبور، ماشي طاحت ليا الصفاره ديال الكوكوط اجي تشوفوا الكوكوط. لهذا كنتمنى من الناس، راه شكون اللي كيحكم في هذا الشيء؟ المشاهد. تمنى من الناس سيروا طلعوا الناس اللي كيستاهلوا، الناس اللي كيعطوكم معلومه، الناس اللي كيوريك كيفاش تخدم، الناس اللي يوريك كيفاش تبدا المشروع ديالك، الناس اللي يوريك الاغلاط اللي تقدر تطيح فيهم في حياتك ما تطيحش فيهم. بزاف الحوايج كاينين الناس كيديرهم مزيانين وهذوك ما تيبانوش، وانت تخيل داعيه كيدير داك النهاري مسكين عنده لاشين وقال لي علاش انت كتربح من يوتيوب، وهضر معاهم انت هذا داعيه، السيد كيدير الدعوه وتيدير فيديوهات والكاميرا والاعجاب والكليراج، والسيد اللي كيصور ليه قال لي لا انت ما خصكش تربح من اليوتيوب، صحاب روتيني اليومي يربحوا من يوتيوب، هذوك كيوريك الكوكوط، شي واحد تيدير شي حاجه مزيانه ما عندوش الحق يربح من يوتيوب. هذا كنتمنى منكم، نتمنى من الناس يرتقيوا شويه، حيت بزاف الناس تيقلبوا غير على الفضيحه، وهذوك الناس سيروا شوفوا لكم شي طبيب نفساني من الاحسن، حيت الحاله ديالكم راه حرجه والله، مادام نتوما كتقلبوا غير على الفضيحه سيروا قلبوا على راسكم، سيروا شوفوا شنو خاصكم نتوما، مابقاوش حاضرين غير الناس، راه قال لك الصبع عمره ما تيدير بحال هكا، ديما تيدير غير بحال هكا، والنيف عمره ما تيشم ريحه الخنز ديال فمو كيف ما حاشاكم، تيشم غير ريحه الناس. لهذا كنتمنى من الناس انهم لاي واحد عندك شي فيديو، شفتي شي فيديو ديال شي فضيحه ديال شي واحد، سترو، راه ستر خوك اليوم يسترك الله غدا، راه اليوم عليك وغدا عليك، وما عرفتي ربي اش مكتب ليك. المهم هنا غيكون سال الفيديو، نتمنى لكم تبارطاجيو لو ماكسيموم باش الناس شويه شويه كيف ما قالوا ترجلوا معنا شويه، الله يجازيكم. هذا ما كان، تهلاو في راسكم.